السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين قناة عبد الله البركاني، مرحبا بكم. اليوم خوتي خواتاتي خرجت ندير بكم جولة خفيفة ظريفة من جهة الطريق اللي يدي لسوق مبروك. ايوا كيما راكم تشوفوا مازال عاد الاشغال مستمرة في مدينة بركان، راهم عاد يعدلوا الطرقان كيما راكم تشوفوا البنية التحتية. ايوا الاتجاه هذا يدي لسوق مبروك كيما راكم تشوفوا، عاد الاشغال مستمرة. هنا كانت واحد البلاصة دارين فيها الطوبية، كيخدمو الطوبية. ايوا حيدو ديك البلاصة باش يديرو شي مشروع فيها. هنا في هاد البلاصة فين كانوا دارين الطوبية. محل طبية والياجور. هذاك حي الرومية كانت كاينة واحد الدار لهيها قديمة نتاع النصارى، إوا حيدوها حتى هي مبقاتش مع المشاريع. كان الطريق كان الدار اللي جات في الطريق ضروري يحيدوها باش يديروا الطريق، وباقيه ديك الساحه اللي هي كبيره انفاس السوق مليليه هذوك الديور اللي هيها. الله اعلم واش بغاو يديروها الساحه، اللهم ما عرفناش. المهم انا نشارك معكم الاجواء اليوم. راهم عاد يصابوا التريتوار ويديروا الحر الخيوط ديال الضو باش يديروا الفوتويات ديال الكهرباء. كما راكم تشوفوا جابوا السلعه يعني ديال باش يخدموا التريطوار، الكاياس، هاد الطوبيات هادو ديال التريطوار. الجهة ديال السوق مليلية، هذاك الملعب فين يلعبوا الكرة، كانت كاينة هنا واحد الطاحة، سوق، كان كاين هنا واحد السوق، تا هو حيدو داك السوق مبقاش، إوا باش يعدلو الطرقان. هاد الشجرة باقية غير هي، كانت بات هاديك الدار اللي هدموها، وباقية غير هاد الشجرة تما، هاد الذكريات، وديك النخلة ها هي. هاد الفصاد هذا ديال حي الرومية من اتجاه ديال سوق باكورة، تبدا من حي الرومية حتى الدخلة ديال شارع محمد الخامس كاملة عاودوا لها الإصلاحات. كيما شفتوا يعني داروا التريطوار وداروا فين يديروا البوطويات ديال الضو، وحاليا عندنا قريب المغرب. المغرب
الطرقان ديال داخل المدينه كاملين راهم يعاودوا له الخدمه. الرومبوا ديال الطريق اللي ديال السوق الاسبوعي القديم، الرومبوا اللي جات قدام حي الروميه، وهنا فين كانوا دارين المحل فين يديروا الطوبيه كانوا هنا شي ديور قدام، ايوا وهدموهم كما راكم تشوفوا، يعني هدموهم وديك البلاصه بقات غارقه. راهم يعمروا هذا الحجر الرديم يردموها، ويمكن غادي يديروها جرده ولا والله ما عرفت، يمكن يديروها جرده. وغروب الشمس، راها الشمس غاديه تغرب. هاد الطريق طريق في حله جديده ان شاء الله. هذا الطريق اللي يدي للجردة نافورة وسوق مبروك كذلك. مازال عند الاصلاحات هذه البلاصه كما قلت لكم، يمكن غادي يديروها جردة ولا الله اعلم. هاد الكلبه مسكينه كانت تكون هنايا في هاد البلاصه كانت مولفه هنا، وملي هدموه ملي هدموه بقات تولي هنايا تقعد، يعني كانت ديال مالين هاد البلاصه هنا ديال الطوبيه. وراها مشات، خافتني شافتني نصور خافت. ايوا بحال البشر بحال الحيوانات والله، كانت مولفة هاد البلاصة بحال الله العظيم. إوا كل يوم تولي هنايا تقعد، تضل قاعدة هنا. هيا ولات ولات حتى لبلاصتها تقعد. سبحان الله العظيم، كي البشر كي الحيوان بحال الحيوان. ايوا هنا كانت دارها، كانت ديال مالين الشي مالين هاد الطوبيه، كانوا هنا شي ديور قدام تا هما الدمور. ايوا بقات تولي هنايا تقعد قاعده مسكينه. الولف كانت مولفه بلاصتها.